بس اول شيء طبعا احمد انا ما كان يعني انت عزيز وغالي، انا كان ودي اتصل رئيس اللجنه اللي يعني ما احترم رئيس الاتحاد. احنا خالد اللجنه كلنا احنا ما في رئيس ولا رئيس اي واحد فينا يمثل اللجنه كلها. ما يخالف ما يخالف اخوي احمد، انا ما قاطعتك، ارجو ما تقاطعني اخوي احمد لو سمحت. ان شاء الله تفضل. اول شيء ما احترم قرار رئيس الاتحاد انه يقعد قعده معاه حتى يبين له وجهه نظر نادي الكويت، مو وجهه نظر، حتى يبين له الحق. هذه وحده. اللجنه الاولمبيه الكويتيه قالوا له اخي انطر، انت قرار صار له مباراه صار لها شهر، نطرته شهر، رئيس الاتحاد جاب مكتب استشاري غير قانوني، انطر للسبت. اول شيء هذا امر. الامر الثاني اخوي احمد، انا بعرف بس في كلمه بقولها لك الان، انت والدكتور عادل قانونيين. اي نعم. الاخ نعيم والاخ فيصل الشعلان احترم تاريخهم، احترم كل شيء، احترم يعني على عيني وراسي، لكن هم مو قانونيين. طبعا انتم شرحتوا لهم الامر وهم بناء على شرحكم وافقوا عليه، لان لا تقول لي هم مو قانونيين. الان انت قول لي على اي اساس انت حكمت 3-0 للعربي؟ على اي اساس؟ اتكلم الحين؟ اتكلم يلا. اولا الموضوع يعني اذا تتكلم عن قانونيين كان لازم مسابقات قانونيين حكموا بالموضوع. نعم. الموضوع مو لازم يعني مو توجيه منا احنا للبالغ الاعضاء ان القرار كذي، الاعضاء عندهم قناعاتهم وعندهم توجهاتهم وعندهم افكارهم الخاصه فيهم. قول لي يلا شنو قناعاتهم؟ قناعتهم ان القرار يطلع. انت اشرح لي. لا احنا مستند على شنو احمد؟ مستندين على ان لاعب موقوف شارك. زين اللاعب موقوف شارك، لما لجنة الانضباط لجنة قضائية حالها حالكم وفوق المسابقات وعندهم مواد عنده مادة 17 ومادة 13 وكتاب رسمي أتى من الاتحاد، شوف أتى من الاتحاد، تاريخ الكرة الكويتية ما صارت، الاتحاد يعتمد نتيجة، مسابقات يعتمد نتيجة، الانضباط يعتمد نتيجة، ويجي الاستئناف وانت الحين ما تبي دقيقتين تشرح للجمهور شلون قررت؟ انت مالاته يا اخوي احمد، قررت بس كلام، انت جاي تطبق كلام، توقع 3-0 تظلم ناس وانتهى الامر، اشرح، قول لي على اساس انت قررت، اقنعني يلا. على اساس انه في لاعب موقوف وشارك في المباراه. قاعد اقول لك انا عندي كتاب من الاتحاد. انت تقول لي ان لجنه انضباط اعلى من لجنه مسابقات، وهذا كلام غير صحيح. لا صحيح. لا معناته اخوي احمد، للاسف اخوي احمد، انت للاسف اسمح لي اخوي احمد، انت للاسف ما يعني بهالقوانين تجهل القوانين للاسف. اخوي احمد معناته كذي، ارجو اني اتصل رئيس اللجنه. طيب. الرجال ما يعرف. سالت عادل. الامر الثاني سألت. بالنسبه للسالميه الاسبوع الجاي راح تقبلون استئنافهم، عدل ولا معدل؟ ما اقدر اقول لك، انا اشوف الاوراق. يبا لا تقول، انا اقول راح تقبل. اتحداك الان على الهواء مباشره. اوكي عادل، اتحداك على الهواء مباشره. عادل اوكي.